ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو واحد من افلام عيد الاضحى المرتقبه، وهو فيلم اللعب مع العيال. الفيلم ده كان احنا كنا عاملين له تيزر رياكشن اصلا، بس ما اديناش نسبه ترقب، ما اديناش اي حاجه، فاحنا استنينا لما ينزل الاوفيشال تريلر. وبالفعل اللي نزل من يومين ثلاثه الاوفيشال تريلر بتاع فيلم اللعب مع العيال، اللي هيكون واحد من الافلام اللي هتنزل في عيد الاضحى، وهو برضه هيكون من تاليف ومن اخراج شريف عرفه، ومن في البطوله معانا هو محمد امام الفيلم الجديد لمحمد عادل امام، مع اسماء جلال ومصطفى غريب وباسم سمره وويزو وبيومي فؤاد. احنا كنا اوريدي اتكلمنا على موضوع الكاست، انا بصراحه عايز اشوف التريلر على طول. انا سمعت الناس بتقول بصراحه ان التريلر حلو يعني، فعايز اشوف يعني، خصوصا ان ده هيكون شريف عرفه، فمفروض ان يعني المفروض تبقى حاجه جامده يعني. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاك دلوقتي اول مره اللعب مع العيال. يلا بينا. انت ايوه جاسوس؟ انا مش جاسوس، والله ما جاسوس. لا انا اللي اجري مش انت. سلام قولا من رب الرحيم. يربالك خد زرجره ورسانه طويله. مش هيتجوز غير بنت عمته. عايزك تمسكني وتحطم مكنوناتي. مكنونات ايه ده؟ لو مكنونه واحده اتحركت من مكانها هنتفور كلنا. عن شعر الاقحف ابن جوزيف. الاقحف ابن جوزيف؟ عندكم طول يا ابني؟ بعد ما اعلم العيال طبعا. ايه دي؟ تعبان ميت بقال شهرين، ومن قبل ما يموت اتخبط على راسه. عامل ايه دي؟ اوكي. حلو اللي في الاخر ده بتاع الطفل ده، يعني شكلنا هيبقى عندنا جان رامز جديد يعني. التريلر مش وحش يعني، تريلر شغال يعني. انا حاسس ان الفيلم ده يعني كفيلم وايز، حاسس ككوميديا يعني، حاسس انه ممكن يبقى احسن من ابو نسب. انا عن نفسي ابو نسب ما عجبنيش يعني، انا يعني كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير ابو نسب، بس لا ما كانش احسن حاجه خالص. بس التريلر مش وحش يعني، تريلر لذيذ يعني، مش وحش. فيلم عيد، تيبيكلي افلام عيد. انا بس معترض على وجود ويزو يعني، دي الحاجه الوحيده اللي انا معترض عليها يعني. برضو مصرين ان هم يحشروا نفس نوعيه الكوميديا دي، اللي هي كوميديا التخان وكوميديا بتاعت الاوفر سايز والحاجات دي، بصراحه بتقفل الواحد يعني. خلاص يا جدعان يعني، يعني خلاص يعني شويه وهنطرش نوعيه الكوميديا دي يعني، بجد زهقنا يعني، كفايه قوي يعني، ما لقوش غير ويزو يعني. عامه انا نسبه ترقبي للفيلم ده ممكن اقول 7/10، مش اكتر من كده. بس برضو خلي بالكم يعني، كتريلر وايز مش احسن حاجه برضو يعني. يعني كتريلر وايز مش احسن حاجه يعني. مبسوط ان في مصطفى غريب وباسم سمره، دول ممكن تكون الحاجات اللي انا متفائل بيها في الفيلم ده يعني. كتريلر وايز مش احسن حاجه، بس ما اعرفش يعني، عندي احساس ان الفيلم ده ممكن يبقى احسن من ابو نسب يعني. يعني ككوميديا كده هيبقى معانا الفيلم ده يعني. لسه لحد دلوقتي احنا مش عارفين ايه اللي هينزل في السينما في العيد غير ده وولاد رزق وتقريبا عصابه الماكس. ولسه عرفت النهارده ان مش فاكر كان مين عمل بوست على انستغرام، حد من الممثلين كان كاتب فيلم اهل الكهف برضه هينزل في العيد ده برضه، باي ذا واي يعني. اهل الكهف المفروض ان هو هينزل في عيد الاضحى، فاتمنى ان هو ينزل في عيد الاضحى كده. غالبا لو الاربع افلام دول هينزلوا في عيد الاضحى السنه دي، ولاد رزق، لعبه مع العيال، عصابه المكسيكي او عصابه الماكس، اهل الكهف، لو الاربع افلام دول نزلوا معانا في العيد، اربع افلام دول هيكونوا معانا في مراجعات السنه دي على هوم سينما. وتقريبا على ما اظن، اف ام نوت مستيكن يعني، تقريبا دي هتكون اول مره على هوم سينما ان احنا نتفرج على الاربع افلام بتوع العيد. لان العيد اللي فات احنا اتفرجنا على ثلاث افلام، هما كانوا اربع افلام، كان في على الماشي وشقه وفصل اللحظات اللذيذه واسود ملون. احنا شفنا ثلاث افلام ما شفناش فيلم. في دايما كده في العيد يعني، على فكره في العيد دايما احنا كده يعني. هم لو ثلاث افلام او اربع افلام بنتفرج على فيلم او فيلمين او ما بنتفرجش على الافلام كلها بتاعت العيد يعني، لازم نسقط فيلم دايما او فيلمين على الاقل يعني. فتقريبا على ما اظن غالبا موست بروبلي السنه دي هيبقى اربع افلام العيد هيبقوا معانا كمراجعات يعني، تقريبا على ما اعتقد يعني. بس ما عنديش حاجه ثانيه اقولها عن فيلم اللعبه مع العيال. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو ثاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل الثاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.